الحلال ناقص شتين يا نواف. أنا قلت لك يا صادق الحرامي وش سوى؟ أنا ما أكل من هذا الكلام. حلالنا ناقص شتين وأنت رعينا مو حد ثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول تيس يقول احلبوه. والله ما تيس إلا أنت. حدك عن طول تلسان يا ولد، وكيف بلاك عني. أنا قلت لك الحرامي اللي حرق بيتي وسد علي الطريق. هذا الخربوش تسميه بيت؟ الله يجيبك يا طولة البال. لنا عندك شاتين حلبات نريدهن، ولا أعلم الشيخ؟ علم الشيخ لجلتك منك ومن شوفتك. زين نتقابل. هذا اللي ناقص يطلعوني حرامي. يا ولد الشاتين هان. أدري لكن هو ما يدري. عمره طويل، المهم افتكينا منه. بدي تشوف لي راعي لجل يرعى الحلال. رجوة وش صار معها؟ خلها يومين ثلاث بعدين ارجع افتح السالفة. انت خلي عينك على نواف لا يقربها. اذبحوا. ما ودنا مشاكل. انت راق نساوى شي علمني وانا اتصرف. تفهم؟ افهم. زين سامع الكلام كله لجل خاطرك. بالهنا.